ان شاء الله النهارده مباراه الاهلي والظهور للكره الطائره، هنلعب لحضراتكم على الهواء مباشره من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والمباراه هتكون الساعه 8 ان شاء الله، يعني بعد دقائق من الان. خلينا نروح لارض الملعب وزملائي الاعزاء محمد توفيق ومريم سميح عشان ننقل لحضراتكم كل الاجواء من هناك. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وضيوفك الكرام في الاستوديو كابتن نشأت طلعت وكابتن كريم جمعه وكل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا من خلال برنامج او استوديو الابطال. يتجدد اللقاء وجوله جديده ومباراه الاهلي والظهور في اطار مباريات الجوله السابعه للمجموعه الاولى في الدور التمهيدي الاول للدوري الممتاز الف للكره الطائره. طبعا زي ما احنا تابعنا الفتره اللي فاتت وحضرتك واستوديو التحليل المتميز ومتابعه نتائج فريق الطائره، يمكن الفريق الحمد لله ماشي بشكل اكثر من رائع. طبعا برحب بزميلتي مريم سميح، الحمد لله على السلامه يا مريم، نورت الشاشه من تاني. يعني كلمينا بقى عن الاهلي واستعداده للمباراه والارقام بتاعه الفريق هذا الموسم. الله يسلمك يا محمد، طبعا يعني مساء الخير عليك، مساء الخير عليك يا كابتن هيثم، ومساء الخير على طبعا نجوم الاستوديو التحليلي كابتن نشأت طلعت وكمان كابتن كريم جمعه. يمكن لو هنتكلم عن مشوار الاهلي يعني في الدور او في الجوله السابعه، الحقيقه ان كل الجولات الماضيه او الجولات السته الماضيه الحقيقه ان الاهلي قدر ان هو يفوز فيها. لو تعرض يعني مشوار الاهلي في المجموعه الاولى او بالجولات حتى الماتش الاخير او المباراه الاخيره، الحقيقه ان هو اكتسحهم جميعا. يعني يمكن في الجوله الاولى امام الاعلاميين كان نتيجه 3-0، ايضا بنفس النتيجه قدر الاهلي ان هو يفوز على الظهور، وكمان في جولته الثالثه قدر ان هو يفوز على طبعا يعني اسكندريه البترول، وفي جولته الرابعه بنفس النتيجه 3-0 قدر ان هو يفوز على هليوبلس، وامام سبورتنج ايضا حقق نفس النتيجه في الجوله الخامسه، وفي الجوله السادسه والاخيره قدر ان هو يحقق نفس النتيجه ايضا 3-0 امام نادي الاعلاميين. الحقيقه يعني ان النادي الاهلي او الماسترز مقدمين اداء كبير جدا واداء مخلينا كلنا فخورين بيهم، والنهارده ان شاء الله يستكملوا هذا الاداء. الحقيقه ان هم نظرا ل يعني طبعا يا محمد زي ما احنا عارفين النظام الجديد البطوله، هم طبعا اللعيبه كلهم بيتكلموا انه هي بطوله طويله، ولكن ده يعني مش مناعهم او فكره ان هم فازوا بكل البطولات الماضيه، ده بالنسبه لهم ما قلش من الحماس او بالنسبه لهم هم ضامنين البطوله، ولكن هي بطوله بالنسبه ان هي طويله. وبالنسبه للنظام الجديد هم مركزين في مباراه تلو الاخرى بشكل منفرد تماما، وده بالنسبه لهم يعني هو اللقب الخامس هو يعني نصب اعينهم وهو التركيز الاول والاوحد. بالفعل يا مريم زي ما قلت، يمكن كمان زي ما اتكلمنا كابتن هيثم في الاستوديو التحليل السابق ان كابتن محمد مصلحي بيحاول بس مش الاستفاده بالنتائج وتحقيق 3 نقاط في كل مباراه، ولكن طبعا زي ما شفنا المباراه اللي فاتت الدفع باكثر من لاعب سواء الناشئين او كمان اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه. كمان منافس النادي الاهلي النهارده يمكن فريق الظهور نتكلم عنه زي ما تعودنا كابتن هيثم ونديهم برده حقهم، يمكن فريق الظهور ده خامس موسم على التوالي ليه في الدوري الممتاز الف، يمكن بالتحديد صعد للدوري الممتاز الف موسم 2015 2016. الفريق يمكن انهى البطوله الموسم الماضي في يعني المركز ال 17. طبعا اتكلمت مع المدير الفني للفريق كابتن هاني عبد الحميد، قال له طبعا احنا بنلعب النادي الاهلي وفريق كبير ومتصدر المجموعه وكمان حامل لقب اخر 4 بطولات، فطبعا انا بس كل اللي يهمني النهارده ان نعمل اداء كويس يكون احتكاك قوي للاعبين، وهدف السنه دي هو البقاء في الممتاز واللعب كمان من المركز يعني يكون من ضمن ال 12 الاوائل في المسابقه والبقاء ضمن فرق الممتاز الف، خاصه ان زي ما قلنا مريم ان نظام البطوله السنه دي نظام جديد ويمكن في صعوبه كتير جدا ان الفرق كلها هتلعب بعض وهيبقى المشوار طويل على مدار الموسم. يمكن الفريق كمان استعد الموسم دوت بصفقات كتير جدا، يمكن مع عمر صالح قدم من الاتحاد، محمد رفعت من القناه، مروان شوقي من شرقيه الدخان وده كان احد ناشئين النادي الاهلي، احمد هشام ده برده قادم من النادي الاهلي بعد صعوده للدرجه الاولى تم الاستغناء عنه مقابل النادي الاهلي وبيلعب السنه دي في صفوف الظهور، كمان سيد ميديان قادم من الصيد، حسين علي قادم من الترسانه، سيد مجدي قادم من طنطا، وخالد عادل قادم من هليوبلس. طبعا دي كلها تدعيمات في يعني سبيل ان الفريق يحقق طموحه السنه زي ما قلنا يبقى من ال 12 الكبار ويبقى في صفوف الدوري الممتاز. يعني كمان مريم كلمينا بقى اكتر عن فريق النادي الاهلي، ويمكن كان في اصابات الفتره اللي فاتت، طمنينا على اللاعبين ومين موجود ومين لسه خارج القائمه. يمكن النهارده يعني يا كابتن هيثم بوضح لك بوضح لكل جماهير استوديو تحليل الابطال ان زي ما في ماتشات ذهاب وعوده ايضا الاصابات النهارده ذهاب وعوده، يمكن النهارده يعني هي المباراه الثانيه في العوده بالدور التمهيدي. النهارده الحقيقه ان في عوده او اكثر من عوده لاكثر من لاعب هامين جدا في صفوف الفريق، وده طبعا هيشكل فارق كبير في المباراه ان شاء الله، وهي اصابه واحدة
واحدة فقط طبعا لعبد الرحمن سعودي، يعني ضرب من مركز ثلاثة أو السنتر بلوك. يمكن هو بيعاني من شرخ في أحد أصابع اليد، ويمكن كمان اتكلمنا مع الجهاز الطبي. الحقيقة أن إصابة يعني عبد الرحمن هتستغرق أو هيستغرق علاجها من 3 إلى 6 أسابيع. ولكن بقى يعني الأخبار المبشرة أن احنا عندنا 3 لعيبة مهمين جدا الحمد لله بيسجلوا عودتهم النهاردة، يمكن على رأسهم طبعا نجم الفريق يعني أحمد صلاح بعد ما كان بيعاني من التهاب أو كمان شكوى في عضلات الظهر. الحقيقة أن كابتن أحمد غاب عن المباراة الأخيرة فقط، وهي مباراة نادي الإعلاميين. ولكن كمان على الجانب الآخر بعد غيابه عن مباراتين هيعود مرة أخرى كابتن محمد معوض، بنقوله طبعا الحمد لله على السلامة بعد ما حضرتك انفردت طبعا بكل تفاصيل الحادث يعني المؤلم اللي تعرض ليه، ولكن الحمد لله يعني ربنا أراد له النجاة. وغاب طبعا عن آخر مباراتين، يمكن مباراة سبورتينج وأيضا مباراة الإعلاميين. يا محمد الحقيقة كان في بعض الكدمات وبعض الغرز وكدمات ويعني في مناطق متفرقة من الجسد، وده طبعا هذه الكدمات حالت دون مشاركته في آخر مباراتين. كمان العودة الأخيرة النهاردة إن شاء الله هتكون من نصيب يعني أحمد قطب بعد ما كان بيعاني في التهاب في الكتف. الحقيقة أن طبعا عودات مهمة جدا يا توفيق، إن شاء الله نشوف مباراة كبيرة جدا يا كابتن هيثم بعد عودة هؤلاء النجوم. طبعا أنا وزميلي توفيق موجودين مع حضرتك على مدار المباراة لو في أي استفسار. طبعا مريم سبيح بشكرك وبقولك الحمد لله على السلامة، نورت الشاشة من جديد، واحنا طبعا كلنا معاكي وان شاء الله تفضلي دايما يعني معانا كده وتتغلبي ان شاء الله دايما على احزانك باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا محمد توفيق ومريم سميح من ارض الملعب.